لا حديث في الشارع المغربي وكذلك في بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلا عن مادة الحليب، هذا الحليب حليب الأطفال أو حليب الرضع. هذا الحليب هذا اللي كان فيه اللي كان واحد الزيادة كبيرة وصل حتى 15 حتى 20 درهم في واحد لابواط في واحد الغرف ديال الحليب. وفي هذا الإطار فإن الجامعة المغربية تتابع عن كتب هذه الزيادة هذا، بحيث أننا أصدرنا بلاغا في هذا الصدد نندد فيه بالزيادة، هذه الزيادة الغير المشروعة والزيادة اللي تتهم الأطفال الصغار. وتنعرفوا بأن الأسر الآن تتعيش على وقع الزيادة في جميع المواد الغذائية، وحنا مقبلون على عيد الأضحى، وهاد الزيادة تزاد ديال 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 الحليب ديال الأطفال، يعني زيادات منذ 2020 والزيادات متتالية إلى الآن إلى 2023 والزيادات متتالية، حتى نقولوا أصبح هاد الغذاء، هاد الغذاء اللي قلنا هو خارج، هو غذاء ضروري خارج القدرة الشرائية ديال المستهلك. هاد الزيادة دفعت مجموعة من الأسر إلى اللجوء إلى شراء الأحلاب ديال الحليب ديال الأبقار. وتنعرفوا بان الحليب ديال الابقار هو هذا الحليب هذا اللي غير مبستر ويضر بصحه الاطفال، مما توصلنا بعض الشكايات ان بعض الاطفال اصيبوا بعسر الهضم، وهذا بتصريحات من بعض المستشفيات وكذلك من بعض الاطباء الذين اكدوا ان هذا عسر الهضم جاء نتيجه استهلاك هاد الاطفال لهاد الماده ديال الحليب ديال الابقار الغير مبستر. ولا هاد الحليب تنعرفوا بان بعض المرات هذاك الحليب تيكون مضر بالصحه حتى بالنسبه للكبر ماشي غير الصغار. اذا الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك تندد بهاد الزيادات، وعندنا واحد الجدوله ديال الزيادات، واحد الجدوله اللي غاديه، هاد الجدوله اللي بدات من 7% حتى 27%، يعني هاد الزيادات وصلت حشومه ان حتى هاد الاطفال هنا حنا كاين الزيادات اللي ديال الناس الكبار من ناحيه الخضر والفواكه والاضاحي هي غاليه، ونعاود نجيو حتى لهذا الوقت هذا ونزيدوا ثاني في هذا الحليب ديال بهذه الماده الحيويه ديال الاطفال، وحتى هما باش 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 حتى هما يدخلوا لهذه المعمعه ديال الزياده اللي كاينه على الصعيد، على صعيد جميع الاغذيه اللي كاينه. اذا اللي بغينا ناكدوا عليه هنايا هو ان خاص دخول ديال الحكومه، ويخص تقنين، خاص تقنين ديال هذه الماده ماشي. ولاحظنا ان جميع الشركات اتفقوا باش تكون واحد الزياده، جميع الشركات ديال الانواع ديال الحليب اتفقوا باش تكون هذه الزياده زياده عامه. اذا هنا غياب المنافسه الشريفه، يعني الا زادت هذه الشركه هذه ما تزيدش. اذا باش نتفقوا كاملين على من اتفقنا، على واحد الملائكه، على واحد الطفل، على من اتفقنا حنايا، ما اتفقناش على شي واحد اخر. اذا اتفقنا على واحد الطفل باش نغليو ليه الحليب، اذا هنا غادي تولي غير ديك الاسر الغنيه اللي لاباس عليها هي تولي تشري هذه الماده هذه، اما الاسر الفقيره راه كاين اصلا اللي ما قادرش يشري هذه الماده. ولكن اللي بغينا ناكدوا عليه هنايا هو تدخل ديال الحكومه باش تقنن هذه الماده هذه، باش تصبح في متناول الاسر الفقيره، ماشي يشريوا غير الناس الاغنياء. وكنصيحه من الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك هو ان الام خاصها دير الرضاعه الطبيعيه اللي تنصحوا بها، اللي هي تغذية وتتساهم في نمو ديال الطفل بصفة عامة. كما نوصل من كاين بعض الأنواع ديال اللي يوصل من 84 درهم حتى 104 درهم، من 84 حتى يعني 20 درهم في لابواط وحدة، يعني وهذا ماشي هذا لا يتناسب وجيوب المستهلك. في حين تنقى حنا دابا مقبلين على عيد الاضحى، الناس الى تضر مع الحلي نعاودوا نضربوا حنا مع الحليب باش نشري واحد الغرف، شحال لان واحد الغرف ديال الحليب تيدي ثلاث ايام واحد الغرف، وباش يشري واحد غرف ديال الحليب 104 درهم لمده 3 ايام، اذا شحال خاصو الغرف في الشهر؟ غادي خاصو واحد 6 الغرف، 7 الغرف، 8 الغرف، منين غادي يجيب هاد الفلوس هادو؟ 8 الغرف 800 درهم هذيك كل شي حاجه. اذا هنا بغينا الحكومه باش تدخل باش تقنين هاد الماده هذه ديال الحليب، باش تكون في متناول هاد الاسر الفقيره. اما بالنسبه للاسر الغنيه فراه عندهم باش يشريو، واذا غليتوا عليهم ماشي مشكل. انا حنا تنقولها من هنا، اذا الاسر الفقيره اللي الان تتعاني
يعني تعاني من ضعف القدره الشرائيه في ظل غلاء الخضار، في ظل غلاء المحروقات، في ظل غلاء الاسعار المواد الغذائيه، ونزيدها بالحليب حتى هو، حتى الطفل حتى هو اننا نمسوه في النمو ديالو ونمسوه في التغذيه ديالو، فهذا عيب كبير.